في الجزء الثاني بقى من الايموشنال مسج هنتكلم على نقطتين. النقطة الأولانية الحقيقة بتتكلم على المسجز اللي ممكن تأثر في الناس أكتر بالنسبة لجمع التبرعات مثلا، أو لما بتيجي تتكلم على مصايب بتحصل زي اللي بتحصل في الصومال واللي بتحصل في الدول اللي ربنا ابتلاها بمصايب زي الزلازل وغيرها. لما تيجي عايز تكلم الناس وتخليهم يتأثروا وينفعلوا وزي مثلا يدوا تبرعات أو يروحوا يعملوا مساعدات، في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل المسجز دي. لازم ناخد بالنا ان البني ادم بينفعل اكتر مع الافراد من لما بينفعل مع المجموعات. يعني لو جيت قلت له ادي تبرع للطفل ده عشان يلاقي ميه نظيفه ولا عشان يلاقي اكل بكره ولا احسن بكتير ما لما تيجي تقول له الحق ده في مليون طفل زي ده بيموتوا، او تجيب له صورة لمجاعة او لمئات الناس ميتة من الجوع ولا كل دي صور صحيح ايموشنال، بس مين فيهم اللي ايموشنال اكتر؟ ربنا خلقنا بننفعل اكتر مع الوشوش والعيون. لما بتشوف وش بني ادم او اتنين تقدر تنفعل معهم اكتر وتقدر تتعاطف معهم اكتر من لما بتشوف مجموعات كبيرة من الناس. ودي خاصية فينا كلنا تقريبا، بنحب نستخدمها بقى لما نعوز نستعطف. كلمة نستعطف هنا مقصودة نستعطف مع الناس على إن هي تساعدنا، زي ما بيقول لك اكفوا اليتيم وتلاقيه جايب لك صورة طفل، أحسن منها كمان إنه يجيب لك صورة واحد ويقول لك اكفل حسين ولا محمد، محمد طفل فقير يحتاج لخدماتك. بينما لو الصورة جت بتقول لك اكفل قرية أو اكفل قبيلة، وكان بيكلمك على ان في مئات من الناس في المكان الفلاني او الاف من الناس في اثيوبيا بتموت من الجفاف او من الجوع ولا غيرها من المصايب الطبيعية اللي ممكن تقع في اماكن مختلفة، الحقيقة الرياكشن بتاع الناس بيبقى مختلف تماما. حجم التبرعات بيبقى اقل، الافريج بتاع التبرعات بيبقى اقل بكتير من الافريج اللي ممكن يحصل لو ان انت عملتها على واحد بس وحطيت اسمه كمان. وان كان في الاصل التبرع مش ضروري هيروح للبني ادم ده شخصيا ولا باسمه، ولكن مجرد ان انت حطيت الاسم وحطيت ان هو واحد وحطيت صورة واحد دي بتفرق كتير مع المتلقي. زي ما التأثير بتاع العدد بتاع الناس اللي بتحاول تستعطف الناس علشانهم بيفرق، كمان حجم التبرع بيفرق. يوم ما تقول إن الصومال محتاجة 20 مليون دولار علشان إنقاذ الناس اللي بتموت كل يوم، غير لما تقول إن بنص دولار ولا بدولار تقدر تنقذ طفل من الموت. الفرق زي ما قلنا من شوية إن التأثير بتاع الكمية بيختلف. لما الرقم بيبقى واحد وخمسة وعشرة إحنا بنقدر نحس بيه، لما تيجي تقول بتمن سندوتش من اللي أنت بتشتريه الصبح إحنا ممكن نأكل 5 أطفال، دي تفرق. غير لما تقول ان انا محتاج علشان البلد دي محتاج 500 ألف دولار او مليون جنيه او فبرضو الحتة دي لازم ناخد بالنا منها، في ان انت بتحاول تقرب المسج ان هي تبقى على قد البني ادم ما يقدر يستوعبها. الارقام صغيرة، الاجزاء من الارقام اجزاء ملموسة، نص وربع وثلاث ارباع، وتكون الارقام اللي مطلوبه او الارقام اللي بتتكلم عنها دولار وخمسه وعشره ومية،
اللي هي الأرقام اللي البني آدم العادي يقدر يحس بيها. خلينا نشوف الإعلان اللي جاي ده ونحكم عليه، وبعدين نرجع نتكلم تاني في المسج دي. What would you do if there was a child right in front of you, sitting all alone, crying in pain from hunger, near death from sickness? And what if all you had to do was reach into your pocket and pull out 50 cents to save that child's life? This is that child, and this is that moment. Go online and join UNICEF with your $15 monthly gift. It's only 50 cents a day, and it means you'll get these children the critical help they need to survive. Please go online now, because that child in front of you can't wait another moment. Message. قوية قصيرة مركزة، كله بيتكلم على 15 دولار مانث، 50 سنتس ا داي. This child صور من الكاميرا على وشوش أطفال محددين. الصور والكلمات مقصودة كلها. فوكس، تقدر تاخد ايموشنز اكتر وتاخد افكت من الايموشنز اعلى، لان احنا متبرمجين زي ما خلقنا ربنا على ان احنا نرياكت للناس والرياكت للارقام اللي احنا نقدر نتعامل معاها. يبقى ارجو ان المسج دي كده تكون بقت واضحه. عايز ايموشنال ريسبونس، يبقى تخلي الريسبونس او تدعو الناس ان هي ترسبوند لحاجه هم يقدروا يتعاملوا معاها، زي ان هم يتعاملوا مع طفل او يتعاملوا مع دولار او يتعاملوا مع مجموعه صغيره من الدولارات او مجموعه او فرد واحد بس من المجتمع. طيب تغيير بقى شوية، نخرج من البؤس ونخرج من التبرعات ونخرج من الناس اللي بتموت من الجوع، ونروح لان انت دلوقتي المسج اللي انت عايز تعملها دي مسج علشان تبيع، عايز تبيع حاجة. اكشولي احنا يعني يمكن الارجمنت اللي ممكن ندخل فيها هو ان انت على طول بتبيع حاجة، حتى لو انت بتبيع فكرة، بتبيع ايموشنز علشان تاخد بيها فلوس تديها للاطفال او المهم اللي عايزين يبيع منتج. بقى لما تيجي تبيع منتج انت عايز برضه تحرك الايموشنز جوه البني ادم اللي قدامك. ازاي احرك الايموشنز جوه البني ادم اللي قدامي؟ عشان التليفون، اخليه يحب التليفون ولا اخليه يحب الكمبيوتر ولا اخليه يحب الكرسي؟ لا، الايموشنز اكشولي هنا هتبقى ان انت تحاول تعرض عليه الاستفادة اللي هترجع عليه من المنتج اللي انت بتبيعه. البنفيتس، emphasize benefits not features. ما تجيش تقول له ان التليفون ده فيه اكسلرومتر وفيه شاشة 90 بوصة وفيه بروسيسور سرعته 20000 جيجا هرتز. طبعا ارقام غريبه، معلش استحملوني. لكن لما تيجي تقول له انت هتقدر تبقى برودكتيف اكتر، انت هتبقى كونكتد اول ذا تايم، انت هتلاقي صوره واضحه، انت هتعرف تتصل بزمايلك، الناس هتعرف تتصل بيك كويس. هو ده المقصود بان انت emphasize في benefits not features. ما تجيش تقول لي تعالى روح تعالى مثلا عندنا المول ده واحنا عندنا مطاعم وعندنا محلات وعندنا recreation area. لا، قول لي لو جيت عندنا المول بتاعنا هتقدر تشتري الحاجة اللي انت عايزها، هتلاقي احسن ماركات هتخدمك وتديك الشياكه اللي انت مثلا هتتشيك بيها، هتلاقي اكل جميل، هتلاقي منطقه ترفيه لاطفالك، فاطفالك هينبسطوا في الوقت ده. That's what we mean by benefits. لما تيجي تتكلم على منتج اتكلم على benefits
ما تتكلمش على فيتشرز. ليه؟ لأن البنفيتس بتقابل الايموشنز بتاعة الكاستمر. أرجو بقى إن إحنا نكون اتعلمنا حاجة من how to create an emotional message. يا ريت نتفرج برضو على الفيديو كالعادة، الفيديو اللي موجود بعد الفيديو ده، وأرجو إن شاء الله إن هو يكون مفيد لينا كلنا بإذن الله.